ارحموا يا جماعة سعاد حسني شوية، مش ممكن حجم الصاعدين أو الذين يحاولون الصعود على أكتاف الكبار الذين رحلوا عن حياتنا يعني، ومنهم سعاد حسني. كتير هتلاقي الناس كتير بتحاول إنها يعني تتغذى على مذكرات وهمية، أحداث وهمية، تحاول إنها تتكلم عن الكبار. أنا بقول ده ليه؟ فجأة لقينا منتج لبناني لا أحد يعرفه، يعني الأستاذ شريف وحيد، بيقول إنه تزوج من الفنانة سعاد حسني سنة 69، وإن الزواج ده كان في إسطنبول، وكانت في ظروف عائلية وسياسية بتحول دون الإعلان عن هذا الزواج يعني. فالحقيقة شيء مؤسف جدا إنك تلاقي في تغذي على قيمة سعاد حسني بهذا الشكل، ومحاولة يعني انتهاك كل ما يتعلق بها يعني. احنا طبعا كنا اهتمينا بلغز موت سعاد حسني، وعملنا حلقات مع أختها جنجا اللي بتدافع دائما عن مصير قضية سعاد حسني، وهي جنجا معانا. مدام جنجا، أهلا بيكي. أهلا يا أستاذ وائل، أهلا مساء بيكي. الخير عليكم وعليكم. قصة جديدة من قصص التغذي على حياة سعاد حسني ومحاولة انتهاك خصوصيتها. سمعت عنها الأستاذ شريف وحيد، منتج لبناني، بيقول انه تزوج سعاد حسني وعاش معاها في الزمالك، وقال كمان انها كانت بتعيش معاه في منطقه العجوزه وقبلها في شبرا، وبعد كده انتقلت سعاد برفقه عائلتها الى حي الزمالك يعني. هل ده صحيح؟ لا طبعا خالص. يعني اولا يا استاذ وائل، يعني زي ما حضرتك كده عملت المقدمه، ان في ناس بتستغل الاسامي الكبيره عشان تظهر، وهو مش منتج، ده مدير انتاج اساسا اللي انا عرفته. يعني من بعد ما الموضوع انتشر كده ويعني عمل بلبله جامده، وهو ده اللي طالبه البلبله دي عشان هو يعني اسمه يظهر. لكن يعني ده اللي حاصل، ان وفعلا هو نجح في ان هو يظهر نفسه قدام الاعلام المقروء والمرئي. يعني وقد ظهر، بس يجب انه يعني يظهر في ده راجل كذاب، ده راجل كذاب، هو الكلام يبقى مرسل كده يا استاذ وائل؟ مش في حاجه، واحد يقول يتجوز واحده، مش في ما يدل على زواجه منها؟ فين الدليل على زواجه منها؟ هو الكلام يتقال وخلاص؟ ويعني وليه في التوقيت ده بعد 17 سنة؟ وبعدين حتى حضرتك بتقول ان هو حاجات قانونية عشان القضية بتاعتها، القضية بتاعتها انتهت من 2013، احنا 2018 يا استاذ وائل. يعني ايه الكلام الغريب اللي بيحصل لكن ده؟ انت ما شفتوش خالص، ولا حد من العائلة شافه حضرتك خالص؟ ولا حد خالص، لان انا رجعت لاخواتي اللي اكبر مني، انت عارف ان المرحومة الله يرحمها أكبر مني ب 17 سنة، فأنا رجعت لإخواتي الكبار سألتهم مين ده؟ مين ده؟ وكان إيه قيمته يعني عشان سعاد حسني تتجوزه؟ والفترة دي كانت هي مرتبطة أساساً عاطفياً بعبد الحليم، وأنت عارف الموضوع ده. واتجوزه، أنت عارف برضو تاريخ الجواز 60، ده اتجوزها 59 ولا 58 اللي بتعمل لحسن نعيمة، وبعدين هي كانت عايشة مع والدتها في الأول في شبرا، وبعدين اتنقلت للعجوزة كانت معاها أبلة صباح اللي هي أختها الأصغر منها الشقيقة اللي ماتت في حادثة، وكان معاها برضو الفنانة نجاة بنديها طولة العمر. بس وبعدين اتنقلت للزمالك ده في الستينات، في اول الستينات بس، واحنا كلنا كمان يعني احنا كمان كنا شقه والدتي كانت في حسن صبري، وهي شقتها في هو قال انه اقام معاها في شقتها في الزمالك. هيتجوزها ازاي وهي قاصر يعني 15 سنه يا استاذ وائل؟ يعني التاريخ اللي بيقول على ده كان عندها 15 سنه، هو بيقول 69. اتجوزها كده واحنا يعني مامتها ما تعرفش، باباها كان عايش وما يعرفش، الراجل اللي رباها اللي هو ابويا انا ما يعرفش، اخواتها ما يعرفوش، واحنا كلنا عايشين في مكان واحد. وبعدين بيقول الزواج تم في اسطنبول.
اسطنبول مين؟ هي سعاد حسني اساسا سافرت اسطنبول في الفتره دي وهي عندها 15 سنه، وبعدين حتى لو سافرت بره هي مش بتسافر لازم يبقى معاها حد في السن ده وفي الزمن ده. وانا رايي انه ده هو قال قاله عبد الحليم حافظ احسن مني، فيعني يبدو يعني انه قال لما اعيش شويه في الاوهام ويعني اطلق شائعات من هذا النوع لم يكن احد يعرفه، ووسائل اعلام كثيره تناولت الموضوع منهم احنا يعني للاسف، لكن كان لازم نوضح ده، نوضحه في سياق انه ده الحقيقه حاله، عارفين يا جماعه زي الحشرات التي تتغذى او تحاول انها تقف على اجساد الكبار، ما هو يعتقد كده انه تعالوا يعني اصعد على كتف اسم سعاد حسني يعني. طيب حضرتك هتاخدي موقف قانوني من ده؟ اخد موقف قانوني بس اعرف مكانه هو فين. ده انا كل ما اسال صحفي او موقع بيتكلم على هذا الموضوع بيتصلوا بيا محدش عارف يتواصل معاه. هجيب عنوانه منين؟ ده واحد بيقوله في لبنان قضيه بقى، انا مستعديه قضيه ومستعديه واجهه كمان، مش قضيه بس واجهه على قدام الناس كلها. وعندك في البرنامج يعني لو حضرتك قدرت تعثر عليه وتجيبه في البرنامج. احنا بعد ما اتصلنا بيه عمل لنا بلوك يعني بعد ما قفل خالص. ما هو عشان كذاب، شخص كذاب عايز يظهر بس وخلاص على سيره وسمعة سعاد حسني. انا مش عارفه والله العظيم البلاوي دي بتجيلنا منين. للاسف للاسف، لكن تظل قيمة سعاد حسني هي الباقية وينتهي الصغار الذين يحاولون الصعود على اسمه. لولا قيمة سعاد حسني ما كانش اختار اسم سعاد حسني، هو عارف قيمة سعاد حسني عشان كده هو اختار الاسم ده علشان يظهر، عشان عارف حب الناس لسعاد حسني. سعاد حسني هتفضل عايشة طول عمرها مع الناس بيحبوها، الأطفال اللي هم يعني لعصروها ولا شافوها ولا يعني كانوا عايشين في الزمن بتاعها بيحبوها لغايه النهارده. يعني احنا حبينا ننفي ده بس مش عايزين سعاد حسني. مش عايزين ندي له اكبر من حجمه. انا بشكرك يا مدام جنجا، الف شكر. مساله الحقيقه غريبه جدا. خلونا بعد الفاصل نكمل معاكم القضايا المتنوعه والمختلفه في حياتنا في محاولة للاستفادة منها، يعني كيف يمكن أن نستفيد من كل هذه القضايا وكيف يمكن أن نعالج المشاكل التي نسلط عليها الضوء.